وما تشوفوا الكرافس عندنا تبارك الله، اللهم بارك. هذا المعدنوس وهذا خزو. القصبر ما كنطيوهاش، الطيور كنطيو الكرافس والمعدنوس، هادشي اللي كنطيو ان شاء الله. دير الكرافس والمعدنوس بوحدو ما كاين مشكل، دير معاه خزو او البربة او الشفرون او البروكولي ولا شي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل، باش كيجي ساهل في الطحين شويه وصافي. مع كسكسو مع هادشي كيكون رطب شويه وكيطلق شويه الماء، خزو قاصح باش ملي كنديروه في الاله ديال الطحين كيطحن داغيه وصافي. وكسكسو الماكله الرئيسيه هي هذه. وبالنسبه للبيض، ما درتش البيض شي 3 ايام هذه، ولا ما عنديش البيض، الفروخه صغارين، الفروخه الاولين الحمد لله فطمناهم، والفروخه الثانيين راهم خرجوا من العش، النثاوي عاود راهم صابوا العشاش وداروا البيض، داك الشيء علاش واخا ما نعطيوش البيض. اما اللي عنده الفروخه صغيورين راه ضروري يعطي البيض، من الافضل يعطي البيض اذا كانوا الفروخه صغارين. اما الا ما كاينش الفروخه صغار واخا ما نعطيوش البيض، ما كاين حتى شي مشكل ان شاء الله يا ربي. ودابا الاخوان، ها هو الكرافس والمعدنوس، حنا قطعناهم، خزو هو قطعنا منه النص هنا، باقي 3 الحبات. غادي نديرو ان شاء الله الكرافس هنا والمعدنوس، ونطحنو الطحنه الاولى، والشي اللي غيبقى نزيدو الطحنه الثانيه ان شاء الله يا ربي. وكما كتشوفو مونين ها هي عامره، دابا غادي نبداو على بركه الله ان شاء الله يا ربي. ودابا انتما كتشوفوا الاخوان هادشي راه طحناها، هو كيفاش ولا خزو مع الكرافس والمعدنوس. دابا نخلطوه، اللي بغى يقدموا للطيور هكا راهم ياكلوه الحمد لله. ها هو يعني اذا كاين اللي كيعطي الكرافس والمعدنوس غير ياكل صحيح ما مقطعش ما مطحونش، واخا الا كلو غياكلو غير شويه من الوراق وصافي، دوك العواد داكشي ما ياكلوهمش. اما هكا كتطحن كلشي، الوراق وديك العواد ديالو وكلشي اللي فيه من الماء والمكونات. ودابا نضيف عليها الخبز كما راكم عارفين، وغادي نخلطوا هادشي ان شاء الله. ودابا الاخوان هي الباطي واجده مثاليه الحمد لله، كلشي هو هذاك كما كتشوفوه، ما بقات لا معجنه لا والو الحمد لله، كلشي هو واضح وباين. وكتا كسكسو كتشوفوا اللون ديالو، كسكسو كل لون ديالو ابيض، دابا ولا اللون ديالو خضار، يعني كاع داك الماء اللي في الكرافاس والمعدنوس وكلشي صافي الحمد لله انسجم مع كسكسو وشرب داك الشيء. وكنطيو على الطيورات ويستافدوا منه، حسب نطيو غير العواد بوحده ما كيقولوا ورق. والباطي هذه راه مخيره، تعطيها للطيور، الحمام، الدجاج، اللي بغى ياكل منها حتى هو ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله، راه راكم عارفين طبيعيه وصحيه ومفيده. والله ما يسر الجميع.